أعزائي عزيزاتي متعلمي ومتعلمات السنة الثانية من التعليم الثانوي الإعدادي، مرحبا بكم في هذا الدرس الذي يندرج ضمن سلسلة الدروس عن بعد والتي تعوض الدروس الحضورية نظرا للظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا بسبب انتشار وباء كورونا المستجد كوفيد-19. نسأل الله السلامة والعافية للجميع. درسنا اليوم يتعلق بمكون الدرس اللغوي بموضوع العطف. سنتعرف من خلال هذا الدرس على تعريف العطف، أركان العطف، إعراب العطف، ومعاني حروف العطف. أولا الأمثلة. العلم والعمل ضروريان لكل تقدم. المثال الثاني، الكلمة الطيبة تنير القلب فتطهر أعماقه. المثال الثالث، قرأت القصيدة ثم قصة المثال الرابع، تصدق الأغنياء حتى الفقراء منهم. المثال الخامس، فيهمك رضا الله، رضا الله هي أم رضا الناس. المثال السادس، يفضل التلاميذ الموسيقى أو الرسم. مثال سبعة، دخل المدير بل الناظر. المثال الثامن، الفن تهذيب للنفوس لا مضيعة للوقت. المثال الأخير التاسع، لا تصاحب الكاذب لكن السارق. إذا أعزائي التلاميذ، أعزائي التلاميذ، أعيد قراءة الأمثلة. العلم والعمل ضروريان لكل تقدم، الكلمة الطيبة تنير القلب فتطهر أعماقه، قرأت القصيدة ثم القصة، تصدق الأغنياء حتى الفقراء منهم، أيهمك رضا الله أم رضا الناس، يفضل التلاميذ الموسيقى أو الرسم، دخل المدير بني الناظر، الفن تهذيب للنفوس لا مضيعة للوقت، لا
تصاحب الكاذبة لكن السابقة. إذا لاحظوا معي المثال الأول، العلم والعمل ضروريان لكل تقدم. لاحظوا كلمة العمل ما علاقتها بكلمة العلم؟ إذا لا شك أنكم تلاحظون أن الكلمتين مرتبطتان، والذي يربطهما هو حرف الواو، فهناك علاقة بين العمل والعلم. العلاقة هنا سببها هو هذا الواو. إذا الكلمة الأولى مرفوعة والثانية كذلك مرفوعة، إذا هناك عطف، فالكلمة الثانية عطفت على الأولى، فالعطف هو الربط بين شيئين أو أكثر بواسطة حرف العطف. إذا نستطيع أن العطف هو الربط بين شيئين أو أكثر بواسطة أداة ربط. فأداة الربط هنا هي الواو. إذن العمل معطوف والعلم معطوف عليه. كذلك في المثال التالي، الكلمة الطيبة تنير القلب وتطهر أعماقه. إذن تنير القلب هذا هو المعطوف، والفاء هو حرف العطف، وتطهر أعماقه هو المعطوف. في المثال التالي كذلك، قرأت القصيدة ثم القصة، فالقصيدة هي المعطوف، وقصة المعطوف عليه وقصة هي المعطوف، وثم هو حرف العطف. تصدق الأغنياء حتى الفقراء منهم، الأغنياء هو المعطوف عليه، وحتى هو حرف العطف، والفقراء هو المعطوف. أيهمك رضا الله أم رضا الناس؟ فرضا الله هو المعطوف عليه أي حرف العطف، ورضا الناس هو المعطوف. إذا في المثال السادس، يفضل التلاميذ الموسيقى أو الرسم، فالموسيقى هو المعطوف عليه، والرسم هو المعطوف، وأو هو حرف العطف. دخل المدير بل الناظر، فالمدير هنا هو المعطوف عليه، بل هو أداة العطف، والناظر هو المعطوف. الفن تهذيب للنفوس لا مضيعة للوقت. إذا فن تهذيب للنفوس لا مضيعة للوقت، تهذيب للنفوس والمعطوف، ولا هي أداة العطف، ومضيعة للوقت هو المعطوف. لا تصاحب الكاذبة لكن السارقة، فالكاذبة هو المعطوف عليه، ولكن هو أداة العطف، والسارقة هو المعطوف. إذا لتبين لنا من خلال هذه الأمثلة أن العطف هو الربط بين شيئين أو أكثر بواسطة أداة العطف. إذا قلت بأن العمل يتبع العلم، لاحظوا العلم كيف جاء مرفوع، فالعمل مرفوع. إذا نقول أن العطف كذلك هو إتباع لفظ أو أكثر بلفظ آخر بواسطة حرف. إذن فالمتبوع هنا هو العلم، والتابع هو العمل، والحق هو الواو. المتبوع هو المعطوف عليه، والتابع هو المعطوف، والحق وحق العطف. وهذه هي أركان العطف. إذا أركان العطف هي المعطوف عليه، والمعطوف وحق العطف. إذا ماذا نعرف المعطوف هنا في هذه الجملة؟ إذا كان المعطوف عليه يعرب العلم، يعرب مبتدأ، فإن المعطوف هو تابع له، والمبتدأ كيف يكون أعزائي التلاميذ عزيزتي التلميذات؟ المبتدأ يكون مرفوعا، فكذلك العمل هو تابع، إذا بمعنى يتقيد بحكمه رفعا. في المثال التالي، تنير القلب، إذا تنير فعل مضارع مرفوع بالضم الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير
الفاء هي حرف العطف فتطهر هي معطوف على تنير تطهر اعلاقه هي معطوف على تنير القلب فعل وفاعل ومفعول به وهكذا اذا نقول اعراب العطف المعطوف يعرب حسب موقعه في الجمله بينما المعطوف عليه والمعطوف المعطوف عليه عفوا المعطوف عليه يعرب حسب موقعه في الجمله بينما المعطوف يتقيد بحكم المعطوف عليه رفعا ونصبا وشرعا بمعنى اذا كان المعطوف عليه مرفوع يكون المعطوف مرفوعا واذا كان المعطوف عليه منصوبا يكون المعطوف منصوبا واذا كان المعطوف عليه مشروبا يكون المعطوف مشروبا اذا هذا بالنسبه لتعريف العطف واركان العطف واعراب العطف الان سنتعرف على معاني حروف العطف لاحظوا العلم هو العمل هنا يشتركان العلم والعمل يشتركان فما الذي يشركهما؟ حرف الواو يشركهما ويجمعهما في الحكم، كلاهما ضروريان لكل تقدم، كلاهما ضروريان لكل تقدم، إذا الواو يجمع بين العمل والعلم ويشركهما دون أن يقيدهما بزمان أو بحكم معين، إذا يشرك الواو تشرك العلم والعمل في كونهما كلاهما ضروريان لكل تقدم. فالواو تفيد الجمع والاشتراك اذا تجمع المعطوف والمعطوف عليه وتشركهما في الحكم دون تقييد بزمان اذا الكلمه الطيبه تنير القلب فتطهر اعناقه تنير القلب اولا فتطهر أعماقه ثانيا ولكن لاحظوا هذا الترتيب هنا مهلته قصيرة مهلته الزمنية قصيرة جدا يأتي المعطوف عليه ويأتي مباشرة بعده أو عقبه المعطوف فنقول الفاء تفيد الترتيب مع التعقيب بالنسبة للمثال التالي قرأت القصيدة ثم القصة قرأت القصيدة أولا ثم القصيدة قد يكون هناك فارق زمني كان نقول مثلا حل الشتاء ثم حل الربيع إذا ثم تفيد الترتيب مع التراخي ثم تفيد الترتيب مع التراخي بمعنى وجود فترة زمنية بين المعطوف والمعطوف عليه إذا تصدق الأغنياء حتى الفقراء منه حتى تعلمون أعزائي أن حتى تفيد الغاية وتفيد كذلك التعميم والشمول فالفقراء هم جزء أو بعض من الأغنياء إذا حتى تفيد الغاية والتعميم والشمول يهمك رضا الله ام رضا الناس اذا هنا المتكلم يقصد تخيير يقصد التعيين احد الشيئين ايهمك رضا الله ام رضا الناس فالذي سوف يجيب سيقول انا يهمني رضا الله سيعين اذا فأم تفيد التعيين وتفيد كذلك التسويه نقول مثلا أبكت تلكم الحمامة أم غنت سواء بكت أم غنت فأم تفيد التعيين طلب التعيين والتسوية كذلك أو التسوية يفضل التلاميذ الموسيقى أو الرسم إذا يفضل التلاميذ الموسيقى أو الرسم هنا المخاطب هذه شك فأو هنا تفيد الشك الشكا وقد تفيد كذلك التخيير تحب الادب ام او العلوم التخيير تحب
العالم الادب او العلوم الشقه او التقييره. دخل المدير بل الناظر، لاحظوا بل هنا هي اداه العطف، دخل المدير بل الناظر. اذا ما المقصود هنا بالدخول؟ المقصود بالدخول هو الناظر وليس المدير. فبل تفيد هنا اتباع الحكم للمعطوف وليس للمعطوف عليه. إذن بل هو ما يسمى بالإضراب، تفيد اثبات الحكم للمعطوف وليس للمعطوف عليه. دخل المدير بل الناظر، فالمقصود بالدخول في الحكم هو الناظر وليس المدير. الفن تهذيب للنفوس لا مضيعة للوقت. فلا هنا لا مضيعة للوقت، لا هي لا النافية تنفي ما بعدها وتؤكد ما قبلها. الفن تهذيب للنفوس لا مضيعة للوقت، فلا تنفي المعطوف وتؤكد المعطوف عليه. إذا تنفي ما بعدها وتؤكد ما قبلها. إذا لا تصاحب الكاذبة لكن الصادقة، لا تصاحب الكاذبة لكن الصادقة. إذا إثبات الحكم لما بعدها بعد نفيه عما قبلها، لكن تثبت الحكم لما بعدها بعد نفيه عما قبلها، وهنا تفيد الاستدراك. الاستدراك، إذا هنا نتوصل إلى أن حروف العطف عددها 9، هي الواو لمطلق الجمع والاشتراك، والفاء للترتيب مع التعقيب، وثم للترتيب مع التلاقي، وحتى للغايه والتعميم والشمول، وال للتعيين او التسويه، وبل واو للشك او التغيير، وبل للاضراب، ولا تنفي للنفي لنفي ما بعدها وتاكيد ما قبلها، ولكن للاستدراك. الان ساقوم بتجميع هذه الاستنتاجات في طرح قاعدتي. ثانيا القاعده، قلنا ما هو العطف؟ ما هو العطف؟ العطف هو الربط بين شيئين او اكثر بواسطة أداة عطف. إذن أو هو إتباع كلمة أو أكثر لكلمة، إتباع كلمة لكلمة بواسطة حرف، بواسطة حرف. هذا أركان العطف، هي قلنا أركان العطف هي المعطوف عليه، المعطوف حرف العطف. إذا إعراب العطف يعرب المعطوف عليه حسب موقعه في الجملة، بينما المعطوف يتقيد بإعراب المعطوف عليه، المعطوف عليه رفعا ونصبا وجرا. أما حرف العطف ف
فمبني لا محل له من الإعراب. بالنسبة لألف حروف العطف، إذا قلنا حروف العطف تسعة، حروف العطف تسعة وهي الواو لمطلق الجمع والاشتراك، الفاء للترتيب مع التعقيق لما يأتي المعطوف مباشرة دون مهلة زمنية بعد المعطوف عليه مع التعقيب. للترتيب مع التراخي، يعني وجود مهلة زمنية بين المعطوف عليه والمعطوف مع التراخي، حتى للغاية والتعميم والشمول، ثم أن لطلب التعيين أو تسوية أو للتخيير والشك أو الشك، للتخيير أو الشك، ثم بان للإضراب يعني إثبات الحق للمعطوف للإضراب لا لنفي المعطوف وتأكيد المعطوف عليه، ولكن للاستدراك. إذا هذه أعزائي عزيزتي قاعدة العطف، تعريف العطف، إعراب العطف، أركان العطف، معاني حروف العطف. الآن سنقوم بتطبيق على هذه الظاهرة التي هي ظاهرة العطف. إذا لا خرج جميع من في المعهد حتى إذا سنين ثانية التطبيق الثاني ضع حرف عطفي، ضع حرف عطفي مناسب فيما يلي وما كان الوقت. أكدت
سامبل. ابقى في بيتي. تابع دروسك عن بعد. جاء أبو بكر العباس بعث الله موسى عليه السلام محمدا صلى الله عليه وسلم. إذا بالنسبة للتطبيق الثالث، أعرف الجمل الآتية. ما رأيت اللاعب لكن وكيله. إذا لاحظوا أعزائي عزيزتي التلاميذ، تطبيق الأول ضع معطوفا مناسبا بعد حفرة. اشتريت كتابا. إذا الواو هنا وحرف العاطف يجمع بين المعطوف والمعطوف عليه ويشركهما في الحكم. اشتريت كتابا مثلا وقلا وقلما أو محفظة. دخل التلاميذ فا، قلنا فا تفيد الترتيب مع التعقيب. مباشرة دخل التلاميذ فالأستاذ. ظهر الممثلون فوق خشبة المسرح فالجمهور. إذا هنا فظهر بمجرد ظهور الممثلين فوق خشبة المسرح صفق الجمهور. فصفق الجمهور. صاحب الأخيار لا. إذا قلت لا تنفي ما بعدها وتؤكد ما قبلها. لا أشرار. خرج جميع من في الماء هذه حتى تفيد التعميم والشمول حتى الحارس. ضحك عقل المناسب فيما يلي. أكلت العنب. هنا مفتوحة على جميع الاحتمالات. بل التمرة. أكلت العنب. العنب. أكلت العنب. بل التمرة. ابقى في البيت تابع دروسك. إذا هنا جمع واشتراك. ابقى في البيت ويجب عليكم أن تبقوا في البيت وتتابعوا دروسكم عن بعد. ابقى في البيت وتابع دروسك عن بعد. جاء أبو بكر العباس. جاء أبو بكر والعباس أبو بكر يشتركان في الحكم وجاء تجمع والواو هنا سيجمع بينهما. جاء أبو بكر والعباس. بعث الله موسى محمد صلى الله عليه وسلم. إذا بين بعثة موسى وبعثة الله صلى الله عليه وسلم فترة زمنية طويلة جدا. إذا هنا ثم محمد صلى الله عليه وسلم. أعرف الجملة الآتية. ما رأيت اللاعب لكن وكيله. إذا ما رأيت اللاعب لكن وكيل له. إذا ما هي حرف نفي أو أداة نفي مبنية على السكون في مبنية على السكون لا محل لها من الإعراب. لا محل لها من الإعراب. رأيت رأى فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة وهي التاء المتحركة وهي والتاء المتحركة وهي ضمير. يعني التاء المتحركة ضمير متصل مبني ني على الضم في محل رفع
فاعل. اللاعب رأيت ماذا اللاعب؟ اللاعب مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة في آخر آخره، لكن قلنا أداة ربط بعد حق عطفي مبني على السكون. إذا هالطريقة وكيلة، إذا هذا اللاعب هو المعطوف، اللاعب منصوب، إذا وكيلة منصوب، وكيلة اسم معطوف يعني تابع للاعب معطوف منصوب بالفتحة الظاهرة، تقيد بكونه منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره. إذا وكيله والها هنا اتصلت بوكيلة وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني كذلك مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. إذا هكذا أعزائي التلاميذ عزيزتي التلميذات نكون قد تعرفنا على العطف وتعريف العطف وأركان العطف وإعراب العطف وكذلك حروف العطف ومع معانيها. أتمنى أن تعم الفائدة الجميع إن شاء الله. أشكركم على تتبعكم وإلى درس لاحق إن شاء الله.